وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين سبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، التحالف الدولي يقول إن القوات الأمريكية باقية في العراق طالما دعت الحاجة لذلك، هل لا زالت هناك حاجة لبقاء القوات الأمريكية بعد إعلان العبادي النصر على تنظيم الدولة؟ تحية لكم ومستمعيكم ومشاهديكم الكرام. هو منذ البداية لا داعي لوجود القوات الأمريكية، القوات الأمريكية دخلت كقوات محتلة وليس قوات تحرير، ولا دعتها الحكومة العراقية الأصيلة قبل عام 2003، فهي وجودها كان وجود احتلال. أما خروجها ما بعد الاحتلال فكان لغرض التقنين وليس لغرض شيء آخر. كانت قوات محتلة عليها عبء وخرجت من الباب لتدخل من الشباك من خلال دعوة حكومة منتخبة لها. هذا هو كان المشهد برمته. فالقوات الأمريكية هي قوات محتلة باقية تجب مقاومة. إذا كان لا حاجة للتواجد الأمريكي في العراق، ما الأهداف الحقيقية وراء الرغبة الأمريكية بالبقاء؟ يعني بالتأكيد هو تحقيق أهداف المشروع الأمريكي في العراق، وهو تفتيت هذه الدولة الكبيرة ذات العمق التاريخي والحضاري، تقسيم العراق، نهب خيراته، قتل وتشريد أكبر عدد ممكن من العراقيين. اليوم 4 مليون عراقي ما بين مهجر ونازح ومعتقل، هذه كلها هي أهداف أمريكية خبيثة في العراق. أما أنه هذه القوات وجدت لوجود الخطر الإيراني كما يشاء، هذه كذبة، وللاستهلاك المحلي إيران وميليشيات تستهلك هذا الكلام، إضافة الولايات المتحدة. هذه الميليشيات وإيران ما استطاعت أن تكون لها أي هيمنة في العراق لولا وجود القوات الأمريكية. هل تعتقدون أن القوات الأمريكية ترغب في البقاء لوقف تمديد النفوذ الإيراني في العراق والمتمثل في ميليشياتها؟ أبدا، القوات الأمريكية هي حليف استراتيجي لإيران وميليشياته، وهذه الميليشيات ما قاتلت ولا حملت السلاح إلا تحت غطاء الجو الأمريكي، فمن أين جاءهم هذا العداء المستحدث؟ فهم حلفاء استراتيجي لتثبيت المنطقة وإشعال الحرائق فيها. بما تقرؤون أو كيف تقرؤون تصريحات ميليشيا الحشد بأن عديد القوات الأمريكية في مناطق غرب الأنبار وصل إلى 11,000 عنصر؟ يعني هم هو ما يعلنه الحشد أنه هو رافض الوجود القوات الأمريكية هي كذبة، أما الأعداد ممكن أن تزيد أكثر، وفي الأنبار 11,000، ممكن أن يكون نفس هذا العدد في الموصل وأطراف الموصل وفي إقليم كردستان وفي العراق عموما، فهي قوات محتلة. وما يقوله الحشد أنه ممانع أو معارض لوجود القوات الأمريكية ما هي إلا كذبة. ما كان ليكون الحشد ولا كان ليكون الحال في العراق لولا القوات الأمريكية الموجودة التي احتلت العراق ودمرت العراق ودمرت البنية التحتية ونهبت خيرات. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.